فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخذت من والدي وفقه الله، أخذت مالا لأجل مشروع تجاري، ورفض أبي أن يسجله، والآن بعد عام لم ينجح المشروع، وأراد أبي أن يسقط المال عني، فهل يجب عليه أن يعطي إخوتي مثل ما أسقط عني، أو ما التوجيه؟ نعم، يجب عليه أنه يعطي إخوانه مثل ما أعطاه. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.